السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عرفتوا واحد الحرارة عندنا هاد الأيامات، هاد النهار فاش كنوصل لكم نصور لكم راه تقريبا 40 دوغري، حيت حنا عندنا هنايا مدينة ديال المغيال والنواحي كلهم على شكل جزيرة دايرين بهم الويدان، دونك كاين داك التبخر ديال الماء اللي كيعطي لوميديتي، دونك هاد الرطوبة هي اللي كتجعل أن الجو فغيم. وخا تيقول لك في النشرة الجوية 30 الحرارة، ولكن زيد عليها عامل ديال الرطوبة كتولي 40 42. المهم الله يحفظ وصافي. لا فيديو ديال اليوم إن شاء الله بحول الله بغيت نتقاسم معكم واحد المغازان دولاغاما. أكيد أكيد الناس اللي متبعين هاد اليوتيوبر اللي ساكنين هنا في كندا غيعرفوا شنو هي دولاراما. كما الاسم كيقول دولاراما جاية من دولار، يعني هاد المغازان كاع فيه لي زارتيكل اللي كيتباعوا بدولار، ولكن في الحقيقة شحال هادي واقيلا قبل من 10 سنين كان كتدخلي كلشي بدولار، مي دابا زادوا، ولكن واخا زادوا كيبقى بأنه هو يعني ارخص مغازان هنايا في كندا. يعني كتلقى الا طلع كاع الثمن كتلقاه ب 5 دولار، كتكون شي حاجه ب 3 دولار 2 دولار 4 دولار. دونك الناس تلمون الله يحسن العوان، ولا ماشي كاع الله يحسن العوان، في الحقيقه كاين شي حوايج منهم انا شي حوايج كناخذهم تما، بحال مثلا دي فوا داكشي ديال الميناج، دي فوا شي حاجه ديال لا ديكوراسيون. مي مؤخرا ولاو الناس كيمشيو يديروا لي بيسخي ديالهم تما، لان كاين لي بواط دو كونسيرف، كاين مثلا سورتو لي بواط دو كونسيرف، لي بواط دو كونسيرف بالخبز لي جو داكشي ديال لي بواسون بحال مثلا المونادا لي كانيت ولا هادشي كله غادي نتقاسموا معكم، لان ميم هضروا عليه في التلفازه مع غلاء المعيشه ولاو الناس سورتو اللي عندهم الدخل فريمون صغير ولاو كيلتجؤوا على انهم يمشيو للدولار ما يشريو. دونك سي سا ان شاء الله هادي هي لا فيديو اللي غادي نتقاسم معكم اليوم. فوز الي فوا غادي نحاول نتقاسم معكم حتى لي بخي. وفي الحقيقه كاين شحال من حاجه كتكون زوينه انا فريمون كتعجبني فيها، بحال مثلا الماعن، غير هما الماعن لو ديفو اللي كاين ديال دولاراما سيكو ما نقدروش نديروهم في لاف فيسيل، هذا هو المشكل ديال دولاراما. ولكن المهم الواحد كيحاول اللي مثلا اللي بغي ما يديرهمش في لاف فيسيل يغسلهم غير بيديه. المهم هذه هي الجوله ديالي في دولاراما ارخص مغازان هنايا عندنا، دونك ان شاء الله ما تمشيو فين، نمشيو نديرو جوله في هذا المغازان. واللي كان كيشوف لا فيديو لاول مره دونك ما نوصيكمش كما دائما تشتركوا في القناه، لان غادي تلقاو شحال من حاجه اللي تعجبكم، سورتو 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 الناس اللي ناويين يهاجروا لهاد كندا وسورتو المقاطعات كيبيك، ولا مثلا اللي عاد جاو علاش لا. المهم نتقاسم معكم هذا الشيء، دونك سي سا، وتفعلوا الجرس سورتو باش يجيكم الجديد، وبيان سور الا كان عجبكم لو كونتوني اللايك، ما عجبكمش فوزيت ليبر، لان كنا عندنا دي غو مختلفين وهذا الشيء اللي كاين. دونك ما نطولش في الهضره، ندوزو نمشيو نديرو جوله في هذا المغازان ديال دولاراما. Thank you.
الحقيقه كنت زعما نخلي لا فيديو طبيعيه، نبقى غير غدا وتنصور لكم وتسمعوا حتى الصوت ديال الشاريو، ولا يعني بلا ما نديرش الموسيقى، لان كاين شي مرات تيجوني شي تعليقات ديال دايره الموسيقى مجهده ولا بلا موسيقى، ولكن كنحيدها وتندير غير موسيقى. يعني تقدروا تنقصوا الصوت من لاطيلي ديالكم باش تسمعوا باش تفرجوا، لان دي فوا تيكون الماغازان طالق شي موسيقى اللي كتكون خاضعه لحقوق الطبع والنشر، دونك يوتيوب ما تيقبلهاش. دونك كما شفتوا حاولت نتقاسم معكم بعض الاثمنه ديال المواد الغذائيه، وسبحان الله راه هاد الاثمنه راه تيكونوا ناقصين على دوت ماغازان اللي معروفين، دوت سوبر مارشي اللي معروفين، بحال مثلا والمارت، ماكسي، هادو راه كنت شحال هادي الناس اللي زعما عندي في القناه قدام كنت حتى هما تقاسمتهم معكم، ولكن غير باش نقول لكم اللي غلاء المعيشه يعني الله يحسن العوان بزاف ديال الناس ولاو يتقداو من هنا. انا كما ذكرت في المقدمه في الحقيقه كيعجبني هنايا كناخذ شي حاجه مثلا الكوزينه ولا دوك لي برودوي ديال الميناج مثلا حتى هما كناخذهم هنايا، دي فوا دوك الباني ديال التصبين، دي فوا ميم حتى شي ماعن، غير هما كما قلت لكم لا فيسيل ما تيخصكمش ديروها في لا فيسيل، يعني تغسلوها غير بالمانيشان. دونك دابا جيسي راه بديت بالغيون ديال المواد الغذائيه، ومن بعد بون غادي نشوف فين غادي ندوز، يعني ما غاديش ندير الماغازان كامل غير بعض البلايص، لان الا جيت ندور الماغازان كامل غتجي لا فيديو طويله بزاف. الوغ وصلت للجهه ديال لا فيسيل ولا الماعن كما قلت لكم، ها نتوما شوفوا مثلا هاد الزلايف هادو 2 دولار 50، افون عقلت دولار ما فاش كنت جيت كتلقاو غير زليفات مثلا غير بويض سامبل ما كاين لا ديكور لا والو، مي دابا شوف مثلا هادو 1 دولار و كلك نوار اي بلان. داكشي باش فريمون بعدا انا عارفه بان بزاف ديال العيالات كتعجبنا دولار ما، لان فريمون كنلقاو فيها شي حاجه زوينه سورتو الموات ديالنا. انا بعدا الوالده ديالي الله يطول عمرها فوق ما تجي عندي كتقول لي ديني الدولار ما، فريمون داكشي فيها زوين. دونك غادي نعاود نكمل هاد الجهه ديال الماعن. دابا جيت عاود وي حتى هادشي داخل في الجهه ديال الماعن، هما الاغلبيه الناس فاش كيجيو كما حتى انا فاش جيت، يعني يا اما هكا شرينا في دولاراما ولا مثلا كناخذوا من الماغازان داكشي اللي قديم لا فيسيل كتلقى شي حاجه زوينه. هانتوما بحال هاد لي بوادو ديال لي زيستونسيل بحال فريمون 1 دولار شي حاجه راه شي حاجه في الحقيقه مزيانه، بحال مثلا حنا في المغرب عندنا كتلقى دوك لي ماغازان ديال 260، 260 هي 13 درهم بالنسبه للناس اللي ماشي مغاربه، يعني 13 درهم هي شحال واحد دولار ونص، يعني تقريبا بحال دولاراما، يعني هادوك لي ماغازان ديال 260 ريال بحال هكاك بحال شكل دولاراما، بحال هادو مثلا غري ديال القهوه السكر سنيده ب 3 دولار كلك. المهم ما بقى لي والو ونسالي من الماغازان، لان كما قلت لكم راه ما شفتش كل شيء مي غير كو كلكو غيان. Thank you.
دونك سيتي لا فيديو ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله هذا لو بارطاج يكون عجبكم. في ماغازان دولاراما ومن لا يعرفها، دولاراما راه معروف، راه الناس كاع اللي جاوا لهنا للكيبيك ولا الكندا عند وليداتهم ولا العائله كيعرفوا هاد كندا، لان ضروري باغمي لي ماغازان الاولين اللي كنمشيو لهم هما هادو. انا دايوغ الوالده فوق ما كتجي كتقول لي ديني غير الدولاراما، راه غير داكشي غير بالدولار، وكيبقى الواحد يهز حتى كيخرج بسيكونت 60 دولار الى اخره. المهم نتمنى ان شاء الله هاد البارطاج يعجبكم، وفي انتظار فيديو اخرى غادي نختم لا فيديو ديالي كما دائما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.